يا مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب، وأهلا وسهلا بيكم وبتوحشونا كتير. النهاردة فقرتنا بجد أنا شايفة أن هي مهمة جدا، لأن دايما بنسمع كلمة إذا عرف السبب بطل العجب، ولكن لما معرفش السبب ببقى بجنن. يعني دايما الناس لما يعني أي دكتور في تشخيص، انا شخصت عرفت ايه السبب فهديك علاج، هتخف من الحاجه اللي تعباك دي، وهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه. ولكن لما ما اعرفش ان في سبب، يعني انا مش لاقيه سبب، طب ايه اللي مأخر الانجاب؟ دي بقى النقطه المهمه جدا. تاخر الانجاب غير معلوم السبب دي حاجه مزعجه جدا، وبتضايق كل زوج وزوجه، لان هم بيبقوا مش عارفين طب هنعمل ايه. طب ما انا لو عندنا حاجه تعبانه هناخد لها علاج، ولكن لما ما بقاش في حاجه اصلا فايه الحل؟ ده بقى اللي هنعرفه النهارده من ضيفه فقرتنا المتميزه طبعا، واللي طبعا كانت سبب لنجاح يعني عمليات حقن مجهري كتير جدا، واللي كانت سبب سعاده لناس كتيره جدا، خصوصا ان هي مش عارفه ايه السبب في تاخر الانجاب. دكتوره هبه ناصف، استشاري النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، استشاري الحقن المجهري بمستشفى الولايات العربيه المتحده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا ميري. كلامي صح ولا لا؟ تمام. الموضوع بيبقى صعب لما انا معرفش سبب لتاخر الانجاب. تمام. يعني دايما يا دكتور الحالات دي بتجيلك، وانت مميزه بالموضوع ده، وانا عارفه ده كويس قوي. بيبقى الحل ايه؟ تمام. انت زي ما قلتي يا ميري، دلوقتي لما بيعدي، احنا عندنا طبعا نوعين من انواع العقم او تاخر الانجاب، ده بنقسمه لنوعين. النوع الاولاني اللي احنا بنسميه العقم الاولي، والنوع الثاني اللي هو العقم الثانوي. العقم الاولي ده يعني زوجين بقى لهم سنه متجوزين، مع وجود علاقه زوجيه قائمه ما بين الزوجين دول، يعني مثلا ما بيكونش بيسافر وبيجي، بيكونش مثلا قعد 6 شهور بره وجه معاها 6 شهور، بيشتغل مثلا 20 يوم بره وبيجي لها 10 ايام، لا، سنه مرت من الزواج مع وجود علاقه زوجيه قائمه بين الزوجين دول. حلو. وما حصلش حمل، ده اللي بنسميه العقم الاولي. اما العقم الثانوي يعني هم انجبوا قبل كده، حصل حمل وولدت السيده دي سواء طبيعي او قيصري، وعدى سنتين ما حصلش فيهم حمل، ده اللي بنسميه العقم الثانوي. طبعا ده له اسبابه وده له اسبابه. اهم حاجه ان انا اشخص ايه السبب. لو جينا اتكلمنا عن العقم الاولي، يعني جولي بعد سنه او سنه ونص او سنتين من الزواج وما حصلش حمل، ده بنشوف مبدئيا يعني ايه السبب اللي عندهم. يعني اول خطوه بعملها مثلا اللي هو تحليل سائل منوي للزوج. حلو. يبقى انا كده اختصرت على نفسي 50% من المشكله، او يعني استثنيت الجزء اللي هو استوعبت المشاكل اللي ممكن تكون من الزوج خاصه بالزوج. لقيت تحليل السائل المنوي سليم، خلاص بعد كده اتجه للزوجه. لان أوكي. في سيدات كتير قوي بيجوا بتكون بقى لها 5 سنين مثلا متجوزه، وعماله تاخد في علاج ومنشطات وكده، واقول لهم فين تحليل السائل المنوي، يقول لي ما عملناش. لا، ما ينفعش. يبقى اول خطوه لازم اعملها، او اول خطوه لازم اشوفها في الحالات اللي هي العقم الاولي اللي هو تحليل الزوج. حلو. لقينا في مشكله في تحليل الزوج، يبقى احنا خلاص عرفنا السبب، بنتجه لعلاج الزوج، سواء ان انا اديله علاج واعمل له واشوف متابعه لمده 3 شهور، هل التحليل السائل المنوي بتاعه ده بيستجيب للعلاج ولا لا، وعلى حسب برضو التحليل ايه المشكله اللي فيه بالظبط، ضعف بسيط في الحركه ولا العدد ولا ما فيش خالص. طبعا كل حاجه ولها يعني علاج على حده. يعني برضو بيكشف ويحلل وكل حاجه داخل المستشفى. تمام. حتى ما بتبعتوش لحد بره. لا لا، كل حاجه عندنا. ده حلو. يعني حتى لو هم جايين موريني تحاليل من بره ان الزوج سليم، برضو لازم بيحلل. مش بتعترفي بيه، لازم التحليل يعني داخل المستشفى. مش بعترف بيه، ممكن مثلا في خلال ال5 سنين دول حلل مثلا 2 3 مرات، اخر مره دي بقى لها سنه. ما ينفعش، لازم اشوف تحليل لسه قريب. حلو قوي. لان في ازواج كتير بتطرق عليهم مشاكل، يعني او ممكن يكون كان متجوز قبل كده وعنده طفل، ويقول لي انا مخلف، انا بخلف عادي. لا، ما ينفعش، لازم حتى لو متجوز قبل كده وعنده طفل ومع الزوجه دي، لازم اشوف التحليل السائل المنوي بتاعه ايه الاخبار. لان أوكي. في بيكون كويس بس حصلت له بعد كده مشكله او حاجه، مشاكل. دي اول حاجه ان انا اطمن على تحليل الزوج. وفي ناس كمان ما بتعملش تحليل واحد بس، في ناس بتعمل 3 تحاليل متتاليه علشان خلاص اتاكد ان الزوج ده سليم وما عندوش مشاكل. حلو قوي. خلاص انا كده عرفت ان الزوج سليم، ببدا اتجه بقى للزوجه، اشوف مبدئيا الكشف بتاعها ايه المشكله، الكشف بتاعها اخباره ايه، لو في مشكله ظهرت لي في الكشف اعمل لها تحليل هرمونات بتاعتها، اشوف لو في مشكله ظهرت لي عن طريق تحليل الهرمونات ديت. لو الحمل اتاخر بعد كده بعمل لها متابعه تبويض، اشوف التبويض بتاعها اخباره ايه.
جربت التنشيط وعملت متابعه تبويض اكتر من 6 شهور وما حصلش الحمل، ممكن اتجه للخطوه اللي بعد كده ان انا اشوف لو في مشكله من الداخل منع الحمل. ممكن الخطوه اللي قبل المنظار ان انا اعملها اشعه صبغه مبدئيا، بس لو هي زوجه اول مره تتجوز وما جوزتش قبل كده ولا عملت عمليات قبل كده ولا عملت فتح بطن قبل كده خالص، ممكن بس مبدئيا اعمل لها اشعه صبغه اطمن على ان الانابيب كويسه سليمه. بعد كده ما حصلش بعمل بقى ايه الخطوه الثانيه اللي هي المنظار، وخصوصا لو هي كانت عامله اي عمليات قبل كده. ممكن يعني قصد حضرتك ممكن يكون في التصاقات؟ تمام. لان الانابيب دي في حالات كتير قوي يا ميري بتقول انا عامله اشعه صبغه والانابيب كويسه ما فيهاش مشاكل. يعني هي الانابيب دي مش مجرد يعني اشعه صبغه بتقول لي ان الصبغه مشيت في الانابيب في قنوات فالوب او ان القنوات فالوب دي مفتوحه ما فيهاش مشاكل ما فيهاش انسداد. اوكي. لكن مش معنى كده انها مفتوحه وان اشعه الصبغه سليمه ان القنوات دي سليمه 100%. يعني القنوات دي مش مجرد بايب او ماسوره بيمشي فيها الحيوان المنوي وخلاص او بيقابل البويضه او بيحصل فيها الاخصاب، لا يعني مش كده. ده بيبقى لها وظيفه من الناحيه التشريحيه ووظيفه من الناحيه الفسيولوجيه مهمه جدا. لو حصل اي خلل في الوظيفه بتاعه الانبوبه دي سواء من الناحيه التشريحيه او الفسيولوجيه بيحصل تاخر في الانجاب. يعني تقصدي حضرتك ان مش اي حد يروح يعمل اشعه صبغه لقناه فالوب وخلاص الاشعه مشيت في القناه يبقى كده زي الفل؟ بالظبط. لا يعني في حاجات تانية كتير. بالظبط. ممكن يكون في مشكله في الـ في الـ في الـ في الـ في البريساليسيس نفسها او الموفمنت الحركه بتاعه الانبوبه. ممكن علاقه الانبوبه نفسها بالمبيض مش طبيعيه، ممكن في التصاقات حوالين الانبوبه مش باينه لي في اشعه الصبغه. كل ده ممكن يكون في مشاكل خلقيه نفسها في الانبوبه نفسها. وطبعا مش اي حد بيعرف الحاجات دي، لازم يكون طبعاً حد يعني عنده خبره. بالظبط. لان اصل الانابيب مشيت فيها السائل ده او الحقن اللي بيتحقن عشان نكتشف، فمشيت لا يبقى سليمه. وده للاسف يعني بيخلي الناس تفضل تعمل في حقن مجهري ويفشل وهم مش فاهمين في ايه. تمام. الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل بقى المنظار، ده اللي هيبين لي الانبوبه شكلها عامل ازاي، في مشاكل فيها ولا لا. اتاكد ان الانبوبه سليمه ما فيهاش التهابات ما فيهاش انتفاخات ما فيهاش حاجه بتموت الاجنه ما فيهاش انسداد ما فيهاش مشاكل تمنع الحمل. زائد ان المنظار بيبين لي بقى، اتكلمنا قبل كده عن المنظار وقلنا ان هو ده الخطوه اللي بيبين لي بنسميه مش منظار تشخيصي وعلاجي، يعني بيبين لي ايه المشكله الداخليه اللي منع الحمل عند الزوجه دي. طبعا في مشاكل كتير قوي اتكلمنا عنها قبل كده. المنظار الرحمي حضرتك قلت ان ده خلاص بقى بروتوكول في العلاج. بالظبط. انا لازم اعمله قبل الحقن المجاري عشان استكشف كل حاجه. تمام. طيب ايه رايك نخرج نشوف تقرير ونرجع تاني؟ هنشوف معاكم تقرير من داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده، ومن انجح التقارير طبعا ومن انجح الحالات واللي احنا هنفرح معاهم للدكتوره هبه ناصف، وهنرجع لكم مره ثانيه. الحلقه هتكون معانا النهارده هي متجوزه من اكتر من 12 سنه ولم يصيبها الدور في الانجاب. لما قالوا لك ابتسام حامل يعني كنت الفرحه كانت في عينينا كلنا مش انا بس. بركه في الدكتور ربنا يخليها الدكتوره دي. الدموع في عينيك ليه يعني؟ الحمد لله فرحان، فرحتها هي صعبانة عليا، كانت متأثرة جامد، العمليات دي مأثرة على نفسي يعني. انتقلت الآن الدكتورة هبة ناصف استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة لإجراء عملية القيصرية لمدام ابتسام فتحي. حاضر معانا او في الكادر معانا الدكتور محمد عزت اخصائي نساء والتوليد، يعاون الدكتوره هبه ناصف، وحاضر ايضا معنا من التمريض مياده، وحاضر معنا من التخدير الدكتور علي استشاري التخدير. ان شاء الله باذن الله طبعا بنقول ان احنا دايما ننتظر الدعاء، دعائكم جميعا باذن الله تعالى ان ربنا يكرم ان شاء الله مدام ابتسام ونطمئن عليها هي وطفلها باذن الله تعالى. Oh.
الآن إن شاء الله بإذن الله هي لحظة خروج الطفل بإذن الله تعالى، ربنا يسهل إن شاء الله بإذن الله. وطبعا لحظة خروج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحن في انتظار خروج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خرج الطفل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله في ثواني معدودة، لو احنا يعني بنحسب الوقت ما قطعناش الكادر، في ثواني معدودة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله خرج الطفل بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة جميلة. واستلمته الحضانة بسم الله ما شاء الله، صوته طلع اهو. مع صرخة ألم أمي سحبت والنفس فيني، مع صرخة ألم أمي سحبت والنفس فيني، وشفت الدنيا في عيني تبارك لي وتهنيني، تبارك لي وتهنيني. فرغت الآن الدكتورة هبة ناصف استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وعضو الجمعية الأمريكية للتكسر البشري وعلم الأجنة من جراحة القيصرية، وهنطمن بقى منها دلوقتي على السيدة ابتسام وعلى طفلها وعلى سير القيصرية. دكتورة هبة بداية برحب بحضرتك وبقول لك بالتوفيق وألف مبروك دايما. الله يبارك فيك يا أستاذ أحمد، ألف مبروك لابتسام. ربنا يخليك. دكتورة هبة، لاحظنا أن القيصرية ما خدتش معاكي ثواني معد، ما كملناش دقيقة. طبعا لأن احنا خايفين على البيبي دوت قوي، يعني احنا من أول التاسع واحنا هي بتجيلي تقريبا كل 3 أيام، قلقانين عليه قوي. طبعا الحمد لله ان هو دلوقتي كويس قوي، حالته ممتازه. فطبعا طالما اخذت التخدير ببقى عايزه اخرجه في ثواني. ابتسام كويسه جدا وابنها كويس جدا، دلوقتي مع دكتور الحضانه بيجهزه ووراه لها، وهيخرج معاها ان شاء الله النهارده على طول بعد ساعتين باذن الله تعالى. هي كده دخلت الاسبوع الثاني من الشهر التاسع، هي بالظبط 38، الاسبوع الثالث، كمان الاسبوع الثالث. ده معناه دكتوره ان المتابعه جيده من قبل الطبيب والمتابعة جيدة من قبل المريض؟ طبعا ما كانش في اي مشكلة ان احنا نخليها تتخلص الاسبوع الـ40 كمان، بس احنا من قلقنا وخوفنا على البيبي دوت لان نعم. طبعا كلنا منتظرينه، فهم من قبلي كمان كانوا عايزين ان هم يعني ما يستنوش للإسبوع. 12 سنة طبعا مستعجلة ابتسام. اي حاجة تحس بيها تيجي على طول. ورجعنا لكم مرة تانية. طبعا زي ما أنا طبعا شاركت الفرحة الحلوة دي، أكيد في ناس كتير قوي يعني دخلت في قلوبهم الفرحة والأمل كمان يا دكتور. احكي لنا بقى حالة ابتسام، هي كان عندها مشكلة معينة وكانت متأخرة كم سنة يعني عن الإنجاب، وهي سنها كمان كم سنة؟ حالة ابتسام، الحالة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ده عقم غير معلوم الأسباب. يعني هي لما جات لي كان بقالها 12 سنة متجوزة، ما حصلش حمل خالص، يعني هي تحاليل جوزها كويسة وهي كمان كويسة، وعملت منظار بطني جايبة لي التقرير بتاعه ان هو كويسة، ما عندهاش أي مشاكل من الداخل تمنع الحمل. وعملت قبل كده حقن مجهري مرتين أو 3 مرات مش فاكرة بره المستشفى وما حصلش حمل. وطبعا يعني تخيلي 12 سنه طبعا عماله تاخد 12 سنه كل حاجه، يعني الزوج والزوجه مش عارفين هم عندهمش أي يعني مشكلة. ايه السبب؟ تعرفي ان دي بجد يا دكتور حاجه مزعجه اكتر ما يكون عندي سبب، بتخليها تفقد الامل تماما. يعني اللي بيبقى عنده مشكله بيحاول يحلها، لكن دي ما عندهاش مشكله ومنتظره. يعني حتى هي بتقول الدكاتره بيقولوا لا ما فيش حاجه، اصبري وان شاء الله يحصل حمل وما فيش مشكله. وعملت حقن مجهري بره المستشفى. طب يعني هرجع واقول ده بيرجع للخبره، التميز التقنيه اللي داخل المستشفى أهو. يعني ايه اللي خلى المره دي هي تكون المره الناجحه في الحقن المجهري؟ والله هي لما جات لي كان سنها وقتها 40 سنه. طبعا نسبه النجاح، احنا قلنا قبل كده نسبه نجاح الحقن المجهري بتتوقف على سن الزوجه، دي ده رقم واحد. فالمعترف بيه عالميا ان نسبه النجاح في السن ده ما بتزيدش عن 10%. فقلت لها نسبه نجاح 10% وبدانا على طول في اجراءات العمليه. والحمد لله نجحت على طول من اول مره، وكان لها اجنه مجمده كمان عندنا.
يعني انا زرعت لها تقريبا 3 اجنه يوميها وفي 3 اجنه مجمدين، يعني ممكن بعد ولادتها للطفل ده تيجي تزرع الاجنه اللي موجوده. يعني انت هيأتيها ان هي كمان يعني ساعتيها ان يكون في جنين تاني ان شاء الله. تمام. فهي يعني حالتها بقى يعني اللي احنا بنعتبرها هو ده العقم غير معلوم الاسباب. طبعا لو اتكلمنا بقى عن العقم غير معلوم الاسباب، في ما بنبقاش عارفين ايه السبب بتاعه، لكن العلاج بتاعه ان احنا ما اقعدش ادي منشطات على الفاضي. يعني هو علاجه اول خطوه ان انا اطمن فعلا ان هم ما عندهمش مشاكل. تاني خطوه ببدا اديها منشطات واعمل لها متابعه تبويض، بس ما زودش في المنشطات اكتر من يعني اكتر من سنه. ما حصلش حمل خلاص ما اديش اكتر من كده، مش هستفيد حاجه. تالت خطوه ان انا ابدا اعمل منظار اشوف في حاجه، مثلا في بعض الحالات بيكون عندها مشاكل انتفاخات في الانابيب او التهابات في الانابيب، دي بتموت الجنين. يعني لما باجي اعمل زرع للاجنه، الاجنه بتموت لما بزرعها، او يكون مثلا في حالات عندها بطانه رحم مهاجره في الحوض، دي بتاثر قوي على نجاح عمليه الحقن المجهري، ممكن اكون ما اكتشفتهاش وانا بعالجها. لو استبعدت كل الاسباب ديت، في حالات بيكون عندها اجسام مضاده في عنق الرحم، يعني المخاط الموجود في عنق الرحم بيبقى فيه اجسام مضاده بتقتل الحيوانات المنويه. أوكي. دي علاجها ان انا بعمل تلقيح صناعي، او فده خلاص بنعتبره بقى عقم غير معلوم الاسباب في اول لاين في التريتمنت، او في اول طريقه في العلاج ان انا بعمل لها عمليه تلقيح صناعي 3 مرات ورا بعض. ما نجحتش بعمل الحقد المجهري، لان احنا عارفين في التلقيح الصناعي انا بجهز السائل المنوي خارج في المعمل عندي، بحيث ان انا احسن الحركه بتاعه الحيوانات المنويه داخل السائل، وبنقيه من السموم والشوائب الموجوده، وبحضره بطريقه معينه، وبحقنه بقسطره داخل رحم الزوجه بعد ما بكون مديها تنشيط قوي، وبعد مرور على الاقل 36 ساعه من حقن التفجير، بحيث ان انا اضمن التبويض واضمن وصول الحيوانات المنويه داخل تجويف الرحم، فبالتالي بسهل الطريق بالنسبه لعمليه. يعني حضرتك برضو كنت عارفه ان ما فيش سبب، ولكن انت مشيتي على الرولز الصح. تمام. لعمليه الحقن. تمام. المجهري الصحيحه. تمام. والحمد لله. لا، في الاخر خالص بنلجا بقى للحقن المجهري في حالات بس مشيتي بالتدريج، يعني قلتي عملتي الاول طفل انابيب. لا، انا ما جربتش معاها بصراحه التلقيح الصناعي عشان سنها. يعني سن الزوجه ما كانش يتحمل ان انا اجرب في وسائل تانية، اتجهت على طول للحقن المجهري. اوكي. لكن مع حد تاني سن صغير برضو بتجربي معاه؟ بنجرب التلقيح الصناعي 3 شهور ورا بعض، ما حصلش بنلجا للحقن المجهري. طب خليني اسال بقى سؤال مهم جدا، وفي ناس كتير قوي برضو بعتت لنا مسدجات لي، بتبقى في سيده وزوجها هم مش حابين يكونوا في غرفة العمليات غير استاف سيدات. يعني الدكتورة سيدة، الاستاف كل اللي موجود جوه العملية، دي بتبقى حاجة خاصة بيهم. تمام. ده متوفر داخل طبعاً مستشفى الولايات العربية المتحدة؟ طبعا، نسبة عالية قوي من السيدات اللي بيجولي برضو بيبقوا عايزين كل الاستاف في داخل العمليات او في اثناء اجراء العملية كلها، والمتابعة بتاعت العملية بتاعت الحقن المجهري كلها بتبقى في ميل. انا بوفر لهم الاستاف ده عشان خاطر طبعا انا بحترم رغبتهم في كده. طبعا ده يا دكتور ما بيأثرش على حاجة، يعني نفس الستاف بيكون عنده نفس الخبرة. تمام. ونفس يعني السنين اللي شغال بيها برضو. تمام. مش جايب حد جديد، هو داخل المستشفى. تمام. احنا عندنا المعمل ثابت بالنسبة لكل الحالات، لكن انا اللي بشرف على حالتها كلها من الألف إلى الياء. انا بحييكي وبحييكي بجد، على مش بس ان انت بتحاولي تساعدينا او تساعدي الناس ان انت تكوني نقطه امل، لا انا بحييكي ان انت كمان يعني ما عندكيش انت ذات نفسك فقدان الامل. انت بتقولي في حاله غير معلوم السبب، وانت برضو صممتي وقلت لهم ونجحت بالفعل. الحمد لله. فانا بحييكي على الاصرار اللي جواكي وعلى النجاح ده، ودايما منورانا يا دكتور. ميرسي يا ميري. نشكر دكتوره هبه ناصف، استشاري النساء والتوليد والعقم، عضو الجمعيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه، استشاري الحقن المجهري داخل مستشفى الولايات العربيه المتحده. وانا كمان بشكركم واشوفكم دايما على خير.